دايما الشباب هما كلمة السر، بندور دايما على الشباب في كل مكان. في الكورة دايما نقول جيل الشباب هو اللي هيطلع، هو اللي هيكسر الدنيا. في الفن كده تقدر تعمل فيلم مجموعة من الشباب، أكيد محتاج نجوم. الحريفة الجزء الأول كسر القاعدة دي بمجموعة من الشباب، حققوا 75 مليون وبيعملوا النهاردة الجزء الثاني. احنا موجودين النهاردة عشان نشوف الناس دي دخلت عالم كرة القدم ازاي، ايه القصة، ايه الموضوع. الجزء الثاني بيتكلم عن ايه، كواليس، مع كل نجوم الفيلم موجودين النهاردة في العرض الخاص. ولا أول مرة قناة رياضية بتغطي عرض خاص لفيلم، ولكن احنا موجودين النهاردة عشان هو في جزء كمان من عالم كرة القدم.